أعلن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان له وقع في الصحافة الجزائرية التي تنوعت عناوينها حول الحدث الذي يراه الشارع الجزائري تجسيدا للديمقراطية الغائبة حسب الكثير من المواطنين في عالم السياسة الجزائرية. شفت بلي تمك تبقوا الديمقراطية الحقيقية، شفنا بلي كانت معركة سياسية تاع الصح، معركة سياسية بين لي دو بول ديمقراطيين والجمهوريين، وكانت يسمى كان سير حتى الاخر دقيقه. الولايات المتحده بلد عندها مؤسسات وتقاليد ومستشارين وجمعيه الضغط، يعني السياسه نفس السياسه يتبعها. وكانت منافسه قويه بين المترشح ترامب الرئيس الاسبق للولايات المتحده الامريكيه مع جون بايدن اللي فاز البارح بالانتخابات. مكافحة الإرهاب حسب مراقبين هو ما يحكم العلاقات الجزائرية الأمريكية على مدى عقود، إذ توالت زيارات لعدة مسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الأخيرة إلى الجزائر لبحث هذا الملف، وعلى رأسهم وزير الدفاع مارك إسبر. وبفوز بايدن يتوقع مراقبون أن تستمر الشراكة في مكافحة الإرهاب وتتطور. دائما الولايات المتحدة الأمريكية تشيد بالدور الجزائري وعلى أساس أنها شريك فعلي في أمن واستقرار المنطقة، كذلك أنها شريك فعلي في محاربة الإرهاب، وبالتالي ربما يعني نستطيع القول أن هناك تعزيز في هذه العلاقة، خاصة العلاقة في التعاون الأمني. ومثل الشارع تابع السياسيون في الجزائر الانتخابات الأمريكية، خاصة أنها تأتي بعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية، إذ أن انتقال الحكم من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في نظر كثيرين لن يغير العلاقات الدبلوماسية والسياسات القائمة على الاستقرار بين البلدين. سوف تكون أكثر تكيفا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ربما أكثر قربا أو تقربا من منظور الجزائر الذي يدعو أن السياسة الإقليمية الجزائرية هي المتمثلة في أن المنظور الإفريقي لإدارة الحكم ولإدارة الأزمات يجب أن يكون هو الأول. من هذا المنطلق الأمريكان يبدون استعداد في هذا الجانب. العلاقات الجزائرية الأمريكية شهدت عدة محطات بارزة، لعل أهمها في نظر كثيرين مساندة حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره بعد اندلاع الثورة التحريرية. ينظر جزائريون للانتخابات الأمريكية على أنها انعكاس للديمقراطية التي يتطلعون للوصول إليها، خاصة بعد الانتكاسات التي عرفها الشارع الجزائري على مدى سنوات طويلة. نريما قداشة، الحرة، الجزائر.